من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد مرحبا بحضرتك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. لو تضعنا وتقربنا أكثر من الإطار القانوني المتعلق بهذه المذكرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقته بحضور بوتين لقمة بريكس. يعني هذه المذكرة هي مذكرة الإيقاف صدرت عن محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس بوتين، ولا يمكن للرئيس بوتين أن يتحجج بالحصانة الدبلوماسية أو بالحصانة السياسية وبالحصانة السيادية، وبالتالي فإن قرار المحكمة أعلى من هذه الحصانات، وعلى جنوب أفريقيا أن تقوم بإيقافها كما على كل دولة هي عضو بمحكمة الجنايات الدولية وموافقة على هذه المعاهدة. وبالتالي فإن لما صدر هذا القرار كانت جنوب أفريقيا مضطرة، وفكر رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا فكر أنه يمكن له التماس من محكمة الجنايات الدولية عذرا لكي يستسمح له بأن يكون بوتين على أراضيها بدون إيقافه، ولكن لم يحظى بذلك لأن محكمة الجنايات الدولية لا يمكنها أن تعطي استثناء. وبالتالي فإن كذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني طلبت من المحاكم المحلية بجنوب أفريقيا بأن تجبر رئيس الدولة على أن يتخذ هذا القرار لو قدم بوتين إلى أراضيها، وإذا لم يقم بذلك فإن الرئيس رامافوزا يمكن أن يكون محل تتبعات إما في عهدته أو بعد انتهاء عهدته. وبالتالي فإن مشكلة زيارة بوتين لجنوب أفريقيا صارت تشكل عبئا على جنوب أفريقيا وعلى دول أخرى، وبالتالي المسألة صارت أن بوتين الآن صار شخص غير مرغوب به في المحافل الدولية. ومن هنا هذا نرى أن نتيجة ذلك أنه صار أضعف ولا يمكن له. طيب هذا فيما يتعلق بانعكاس هذا القرار على الرئيس الروسي، لكن فيما يتعلق بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الموجودة في جنوب أفريقيا، هل هي تمثل بالفعل أداة ضغط أم أن الأمر المتعلق برفض الاستثناءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية هو من دفع جنوب أفريقيا للقبول بفكرة عدم حضور بوتين؟ أولا هي قرار محكمة الجنايات الدولية هو الأهم لأنه لم يعطي هذا الاستثناء، وكان من المتوقع أن لا يعطي هذا الاستثناء. هل في العادي من الممكن أن تقدم المحكمة الجنائية استثناءات أو التماسات في أمور مشابهة؟ لا يمكن، لأن المحكمة هي تطبق معاهدة روما ولا يمكن لها أن تستثني أحد منها، ولا يمكن لها أن تتراجع عن قرارها، لأن دولة لها قوة في العالم تضغط على هذه المحكمة. طيب وبالتالي هذه المسألة تهم محكمة الجنايات الدولية أساسا. طيب هذه المسألة قانونية وضحت تماما. أنتقل مع حضرتك لجزء آخر متعلق بانعكاس هذا القرار أصلا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق رأيك القانوني دكتور مجيد. الآن هو ممنوع من حضور أي قمم دولية أو الذهاب خارج روسيا، ما انعكاس هذا عليه خصوصا فيما يتعلق ببريكس وطبيعة الموضوعات التي كانت ستناقش في هذه القمة المهمة بين هذا القطب اللي بتمثله الدول المشاركة في بريكس؟ يعني فلاديمير بوتين صار الحلقة الضعيفة في تمثيل روسيا، وروسيا صارت في موقف أضعف وصار يشكل عبئا على دولته، وبالتالي فإن أخطاءه في اقتحام أوكرانيا الآن يدفع ثمنه شخصيا، ولهذا السبب العقوبات الشخصية لها تأثير، لأن المفهوم القديم للسيادة انتهى. السيادة ليست السيادة المطلقة، لكن السيادة هي محكومة باحترام حقوق الآخرين، ولا يمكن باسم السيادة أن يكتسح سيادة دولة أخرى. ومن هنا صارت هذا التضييق عليه وشل حركته
وإن شلت حركتي فإن روسيا بكاملها تشل حركتها، ويمكن لروسيا الآن أن تفكر في وجودها كدولة ومصالحها كدولة هي أعلى من مصالح نعم. بوتين. أشكرك جزيل الشكر من باريس دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، شكرا لك.